لكن مسكين المتجوز تخلص فلوسه. على فين يا ادري؟ راح اجيب حاجه واجي حاجه. مسكين المتجوز تخلص فلوسه مراته تبوز وحناته الاخرى تيجي تقوز. مبروك يا عروس. حبيب النبي يساعد العروس قوي. حبيب النبي يساعد العروس. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. طربقوها، خلوا عليها وطيغه، يعني كرسي في الكلوب وعينك ما تشوف الا الضلمه. خليها لك ضلمه. دشدشوا الفرح على اللي فيه، خصوصا العريس عايز يخرج من هنا على نقاله للقصر العيني وما ينفعش ببصره، يعني الجواز ببوس. اخصى عليك قليل القصر. سيدنا الشيخ، انت حاسس وانت خارج زي الديب السهران انك ناوي تعمل حاجه؟ يا ليه؟ دي اخلاق ولاد البلد. عاوز تقلب الفرح جنازة ليه؟ عبد الله عمل فيك ايه؟ ده عمره ما داسلك على طرف. يعني ما تعرفش يا سيدنا عمل فيا ايه؟ نحمده؟ اديك قلتها بنفسك. يعني يجي عيل الحارة ياكلها كده بيضة مقشرة من وسطينا؟ نصيبها ونصيبه يا اخي. وبعدين لو كانت رايداك كان فتحت لك بابها من زمان. ثم انت متجوز وعندك اربع عيال. وماله يا سيدنا؟ اتجوز على مراتي، حق الشرعي. حقك لو كانت هي رايداك. اسمع انت، هو تمشوا من هنا حالا احسن. لو ناديت رجاله الحاره هتشوفوا هيعملوا فيكوا ايه. خلاص يا رجاله اتكل على الله. ما الحكايه باظت ايه؟ يلا. ايه اللي حصل؟ اول ما شاف العروسه انفزع منها وقال يا مغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخل برجلك اليمين كده، ما هو اكبر. النور عندك على ايدك اليمين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم غبت عني ومعرفتش سكتك فين، نشر صورتك في الجورنال، خدتها بروستها وعلقتها وحلفت يمين ما يعدي بالبيت ده راجل غيرك. حتى بتاع النور لما بيجي يكشف بنزل له العداد تحت. اغير هدومي واحط لك العشاء. كل يا اخويا. ادي انا شبعت يا نحمده. شبعت ايه؟ كل انت كده بتزغطيني زي البطه. ما انا ذبحت البطه زغط مين؟ ايوه كده بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري. ايوه كده رمى عظمك. مش كنا جبنا وليد ياكل معانا؟ هنجيب وليد معانا ليله الدخله؟ انا مطمن عليه لانه مع سيدنا الشيخ. طبعا راجل كله بركه. كل حته البطه دي يلا. مش قادر مش قادر. افتح بقى. لا ده سال وحش. حته حمامه تبلعها بحته بطه. ها افتح بقى. بجد مش قادر. مام 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 يلا ياكل. ما قلتلكش بعد البطه لازم تبلع بحته لحمه. لا 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 ده فلو اوحش. افتح. لا ماشي 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 هاكلالك بايه. ماشي ايوه كده. امي يا جمل. كل يا سعادته كل. بالهنا والشفا. الله يهنيكي. بس انت ما اكلتيش حاجه. انا شبعانه بيك. قوم يلا قوم اغسل ايدك. قوم. الحمام عندك على اليمين، هتلاقي سهم مكتوب عليه الى الحمام. على مهلك يا سعادته على مهلك. الحمد لله. اشكرك واحمد فضلك يا رب. يا رب خلوهولي يا رب. يا رب بارك لي فيه يا رب. ما تحرمنيش منه ابدا يا رب. واجعل يومي قبل يومه يا رب. سايق عليك النبي، انا ما عملتش فعل بطل ابدا. حقق لي امنيتي وكمل لي فرحي لاجل حبيبك المصطفى يا رب. يا
يلا يا نحمده. ايوه جاي، وعندك واحد نحمده على بسطة. قمر 14. حوش عني عيونك يا سعبدو. يا سعبدو. بجد انا عاجباك؟ ودي عايزة كلامي. يعني انا احلى من الست حكمت المحكمة دي؟ اوعي تقارني نفسك بيها. انا لو خيروني بينك وبين الف واحدة زيها هختارك وانا مغمض عينيا. يعني انت واخدني على عماك؟ لا. طب في سر عاوز اقوله لك. ايه سر ايه؟ عارف لما قلت لك تعالى نعزم الدكتورة منار، كنت عارفة والدتها هتعمل معانا ايه؟ كنت عارفة؟ ما انا ست وبحس بالست اللي زي كده برضه يا نحمده. تاخدينا هناك وانت عارفة انها هتقل ادب علينا؟ كنت عاوز اشوف، يعني اشوفك هتحن لها وقلبك هيحن الايام اللي فاتت ولا لا. معقولة يا نحمده؟ اعمل ايه، القلب بقى غصب عني. وشفتي ايه ساعتها؟ شفت. شفت ان مفيش حد في قلبك غيري. وفي حاجة تانية. في حاجة تانية كمان؟ انا قلت اروح لها عشان ارد الالم. المين؟ الم ايه؟ فاكر يوم ما رحنا يوم فرح الدكتورة منار وخلت الست اللي عندها دونا عن خلق الله تاخدني انا تاكلني في المطبخ؟ جرحتني وجرحت قلبي، وانا حلفت لازم ارد لها القلم، اصل انا ما اسيبش طارق ابدا. وانا بقى كنت الشخشيخة اللي سايقاني لهناك عشان تاخدي بيا طارق. لا يا سعادتي، مش قصدي حقك عليا، غصب عني. انا قلت يعني عشان الحياه تبقى جديده وقلبي يبقى صافي ومفيش حاجه مقدراه. التكشيره دي بقى لا، سايق عليك النبي، سامحني، حقك عليا، ده انت راجلي وحبيبي. خلاص بقى، انا حلفت يوم ما هتبقى ليا ما اخبيش عنك حاجه ابدا، حتى لو فيها قطع رقبتي. بعد الشر عليكي. تعيش. طب ساعدني كده قلعني العقد ده. ساعد كده. مش كده، مش كده. انت صحيت يا شيخ رضوان؟ وانا نمت من اصله. انا رجعت من الفرح من ساعتين لقيتك نايمه، ما رضيتش اصحيكي. خير ان شاء الله. هو في حاجه حصلت في فرح نحمده؟ لا مفيش حاجه حصلت ولا حاجه، بس انا عامل زي ابو العروسه اللي مش عارف ينام ليلة دخلتها. ربنا عالم يا حاجه ان انا حاسس ان نحمده دي زي بنتي بالظبط. انا كنت فاكره انك هتبقى مبسوط انها اتسطرت واتجوزت راجل يحفظها ويصونها. ومين قال لك ان انا مش مبسوط؟ ده انا الدنيا مش سيعاني من الفرحه، وبدعي ربنا انه يسعدها هي وجوزها ويعوضهم عن ايام الشقه اللي هم شافوها، وبحمد ربنا ان ربنا ساعدني ان اجمع راسهم في الحلال. طب يلا غير هدومك عشان تلحق ترفع اذان الفجر. انت صحيت يا وليد؟ الله اكبر. عاوز تصلي الفجر معايا؟ اكبر. الله اكبر ولله الحمد. خلاص هاخدك تصلي معايا الفجر، وان شاء الله النهارده هيصبح نادي، بس عاوزك بقى تدعي لعبد الله ونحمده ان ربنا يسعدهم. انت دعوتك مستجابه. ايه ده؟ مالك يا سي عبد الله مفزوع كده ليه؟ لا الباب بيخبط جامد يا اخويا. اللي يخبط يخبط، نام نام. وبعدين معاك بقى في ايه؟ شوفي مين يا نحمده. هيكون مين؟ هتلاقي الشيخ رضوان جاي يقول لنا صباحيه مباركه. اصل راجل ذوق ويعرف الواجب. احنا بقينا الساعه كام؟ ايه ده لسه بدري قوي، ده الساعه 10. مش هتقوم تغسل وشك يا عريس وقابل ضيوفك؟ صباح الصباح والقلب المرتاح. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالراجل البركه. ما كانش فيه داعي للتعب ده. تعب تعبك راحة يا شيخ رضوان، اتفضل كحك فرح نحمده تاكله وتحمده. اتفضل. خد يا وليد. اتفضل. شكرا. عارفة يا نحمده، أنا ووليد بقينا صحاب. لو تشوفيه وهو بيسمع الأذان وشه بينور وبينزل عليه خشوع لربنا أكتر من ناس كتير ربنا مديها نعم مش حاسين بيها. الله أكبر عليك، الله أكبر. أيوة كده، ارمي حمولك على الله يشيل عنك.
يقوم. اسم الله عليك. كمان خد حياة مباركة يا عريس. الله يبارك فيك يا سيدنا. انتوا قاعدين مستنيين ليه؟ ايه قول لها يا سيدنا، قلت لها نفتح القهوة بدري تقوم تقول لي. قهوة ايه يا ابني؟ انت ناسي النهارده صباحيتك. صباحية ايه؟ ده واحنا في الزفة عمال يقول لي فكريني اقول لك حاجة، فكريني اقول لك حاجة. كسفت وقلت له قول محدش واخد باله. يقول لي نفتح القهوة بكرة. لا 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 لا، المفروض يا ابني تعمله زي ما بيعملوا العرسان. قول له يا سيدنا. يعني اعمل ايه يعني عشان ابقى زي العرسان؟ يعني تاخد مراتك وتعملوا شعر عسل لوحديك. اهو كده ايوه. شعر عسل واحنا في السن ده؟ سن؟ سن ايه؟ لا ده انا فاضل لي شهرين ويومين واكمل الجمعيه واقبض الاول. انت فاكرني ايه خارج بيت؟ لا ده انا الف من يتمناني. يا ست ما تزعليش، انا ما اقصدكيش، انا بقصد نفسي. ولا تقصد؟ شوف بقى، انتوا تحضروا شنطكم وتطلعوا على اسكندريه، واسيبوا لي وليد يقعد معايا لغايه ما ترجعوا بالسلامه. اهو ده الكلام، كتر خيرك يا سيدنا. غمضه عين وكل لابسه وجازه على سجده 10. استنى يا احمد، احنا مش هنسافر. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني مش عايز اسافر. شايف شايف يا سيدنا، مش بقول لك عايز ينكد عليا يوم صباحيتي؟ اه فاكرها جوازه والسلام. لا 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 لا، انت لو تعرفي معزتك عند عبد الله قد ايه ما كنتش تقولي كده. بقول لك يا عبد الله، انا عاوز اتكلم معاك كلمتين على انفراد، تسمح سيبينا لوحدينا شويه. اوامر، وصي عليا. تعالى يا وليد. اتفضل يا سيدنا. يا ابني قول لي بقى، انت ما انتش عاوز تسافر ليه؟ انا مش حمل سفر. مش حمل سفر ولا ما معكش فلوس؟ يعني حتى الفرح اهلي الحارة عملوا لي مجامله. جيرانك وحبايبك كانوا فرحانين بيك وبنت حتتهم. ربنا يقدرني ويرد لهم جمايلهم. يا سلام، طبعك ما تغيرش من اول يوم شفتك فيه، مع ان انت اللي شفته غير طبع بلد. العموم ما تشيلش هم. ايه دول؟ نقطك، حلاوه فرحك. الفلوس دي كلها نقطه؟ في اول مناسبه بقى تبقى تردها. انا بنتي الصغيره على وش جواز اليومين دول، وانا الفلوس دي فلوسك يا سيدنا ولا فلوس نحمده؟ يا ابني هي فلوس نحمده. يعني انتوا الاثنين مرتبينها سوا من ورايا؟ لا لا، ما تزعلنيش منك وتخلينا نكتر من ناحيتك. انا عمري ما اتفقت مع حد على حد. ما تزعلش مني يا سيدنا، بس حتى لو دي فلوسك انا ما جاملتكش في حاجه عشان تجاملني بمبلغ زي ده. انا قلت لك ان هي فلوس نحمده، هي عاوزة تسعدك وتسعد بيك. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الهدية عليه الصلاة والسلام. بس أنا ما معيش أرد الهدية. هي عارفة إن ما معكش، إنما إن شاء الله إن شاء الله هيبقى معاك. إن ما كنتش عاوز تعتبرهم هدية اعتبرهم سلف، ولما ربنا يوسع عليه يبقى اديهم لنحمده. قول يا ابني، أنت عاوز تغدر بيها؟ أنا أقدر بيها، ربنا يعلم يا مولانا. خلاص، الجواز مودة ورحمة، وفلوسها هي فلوسك. قلت إيه يا ابني؟ أستغفر الله العظيم. يلا بقى يا ابني، ما تضيعش وقت. ده ساعات الفرح في حياة ابن آدم قليلة، ولو راحت ما بترجعش تاني. نحمده. نعم نعم يا سيدنا. يلا غيري هدومك عشان تلحقوا النهار كله في اسكندريه، وما تنسينيش بالفتحه في المرسي. من عيني اهو كده ما يجيبها الا رجاله. اقروا الفتحه لابو العباس. خلاص. اول ما وصلنا اسكندريه حطينا الشنط في اللوكاندا، وراسك والف سيف ما نرتاحش من المشوار، وننزل نتمشى على الكورنيش. ايه دي اول مره تيجي اسكندريه؟ اول مره فيها والدنيا مش سايعان. اول مره فيها واحس انها جنه. طب وقبل كده؟ قبل كده كان بحرها سجن وشطها سجان. ياه للدرجه دي؟ المرحوم كان اسكندراني، كان دايما يجيبني معاه ازور اهله، جرجرني وراه كنت باجي مخنوقه او متضايقه ودمعتي على خدي ومش لاقيه حد اشتكي له همي. انت كنت بتحبيه؟ أكبر مني بـ50 سنة. إيه؟ 50 سنة؟ ده
هتجوزهولي وانا لسه صغيرة عندي 17 سنة. فرحت بالكوشة والفستان والفرح، قلت يلا يا بنت ايه جوزي. ما عرفش ان انا هبقى خدامة وتمرجية، عشان كانش ليا اي حقوق، ويوم ما اشتكي مفيش قدامي غير الكرباه يضربني بيه ويقدمني. يضربك؟ معقول؟ كرهت نفسي وكرهت الفقر. الفقر هو اللي حواجنا وحواج ابويا وخلاه يجوز عيلة صغيرة الراجل اكبر منها 50 سنة. شوف الفرق قد ايه. 10 سنين وانا مستحملة واقول يا رب يا رب خلصني من العذاب اللي انا فيه ده. كان زي ما تقول بيهرب من عزرائيل عشان يفضل يعذب فيا. وانا اقول يا بنت معلش اعملي باصلك، ده رجله خلاص والقبر يمكن يموت. ويوم ما مات ما تصدقش، عارف اول حاجه عملتها ايه؟ خبيت الكربان زي ما يكون متهيألي هيرجع تاني ويقعد يضربني بيه ويجلدني بيه. انا اسف يا احمد، اسف اني فكرتك بالحاجات دي. ايه ايه اسف دي؟ ده انت فكرتني عشان احس بطعم السعاده اللي انا فيها دلوقتي، وان الحمد لله ربنا بيحبني. اشكرك يا رب اشكرك، حققت لي اللي بتمناه واتجوزت الراجل اللي بحلم بيه طول عمري. بتحبيني يا نحمده؟ بص عليه برضه، انت اللي تسأل السؤال ده غصب عني. من كتر ما حسيت ان الدنيا كلها ضدي وان ماليش حد فيها، نفسي الاقي حد بيحبني من غير غرض، حد يبقى دنيتي كلها. يا ده انا دنيتك، ده انت جوزي وحبيبي وابني وكل حاجه. والله ده انا اللي خايفه بجد يا سحبان. انت بتحبني ولا متجوزني جبر خاطر يعني؟ تصدقي بايه؟ بالله انا من اول ما شفتك حسيت انك بتدخلي قلبي، ولما عرفتك عن قرب اتمنيت ان اقضي اللي باقي من عمري معاك. ليه يعني؟ وانا احسن من حكمه المحكمه دي ولا جاتني؟ انا فين وهم فين؟ جايز هم حاجه تانية، جايز يكون عندهم حاجات مش عندك زي التعليم مثلا، لكن صدقيني ما كانش في مجال للمقارنه بينك وبينهم ابدا. لان بعد اللي حصل لي كل اللي كنت محتاجه من الدنيا كان عندك انت بس يا نحمد. حبيبي سعادته، بقول ايه البحر ده، ما تيجي نروح اللوكاندا. انت متاكد من الكلام ده يا استاذ فخري؟ دي اخبار عظيمه، انا متشكره متشكره جدا، مع الف سلامه. خير يا ماما؟ خير يا كاميليا، الخبر اللي مستنيه اسمعه بقالي كتير قوي، اللي فيه حل لكل مشاكلنا. خبر ايه ده؟ فخري المحامي كان بيتصل بيا حالا عشان يقول لي انهم اتاكدوا من صحه المستندات اللي قدمناها، ان ثروه مختار الله يرحمه من مصدر معلوم وشريف، وقريب جدا هيصدر قرار برفع التحفظ عن كل املاكه، يمكن بكره ولا بعده. صحيح ده خبر بمليون جنيه. اخيرا اتحلت كل مشاكلنا الحمد لله. واللي عمله الراجل المجنون اللي كنا فاكرينه مختار، اللي بوظ لنا حياتنا وفضحنا، قدرنا نخلص من كل اثاره. ايوه، ومحدش يقدر يتهمنا باي حاجه او نططي راسنا. الخبر ده لازم يتنشر في الجرايد وفي اسرع وقت. سيبيلي انا الحكايه دي، خبر البراءه لازم يتعلن في الدنيا كلها، وانا هبلغ حازم بالخبر الحلو ده فورا. اللي ما سمعت منك كلمه مبروك ماما. هو مش مبروك وبس، ولا حتى كلمة شكر اني قدرت اخلصكم من المصيبة اللي كانت هتبقى على دماغنا كلنا. من بكرة تقدري ترجعي المستشفى وترجعي لشغلك تاني وتعملي كل اللي انت عايزاه وترفعي راسك تاني قدام الناس. بس الاهم من ده كله انك تنسي خالص كل اللي حصل. تفتكري ده ممكن؟ وكل اللي اساءوا لينا وشمتوا فينا هيدفعوا الثمن غالي. بجد يا ماما؟ مبروك، ألف مبروك. إزاي بقى؟ أنا كنت متأكد إن ده هيحصل. أوكي، باي باي. خلاص يا كاميليا، الموضوع انتهى، والنائب العام هيصدر قراره برفع التحفظ عن كل ممتلكاته. أنا مش قادرة أصدق. لا صدقي يا حبيبتي. يا حازم، كابوس ونزاح. عارف يا حازم، لو كان يعني الحكايه دي ما خلصتش كانت هتبقى وصمه عار لينا، كنا كلنا هندفع الثمن.
تفتكر يعني ان انا كنت هسمح بحاجه زي دي؟ انت اصلك ما تعرفيش اللي انا عملته. ايه بقى اللي انت عملته؟ ما تشغليش بالك انت. انا عاوزك من هنا ورايح ما فيش اي حاجه تشغلك او تقلقك. انا قادر ان انا احل اي مشكله مهما كانت. غريبه. ايه الغريب اللي في كده؟ انت اتغيرت قوي يا حازم. انا اول مره اسمع منك الكلام الجديد ده. عمري ما سمعتك بتقول حاجه زي دي قبل كده. ومن هنا ورايح مش تسمعي غير الكلام ده يا كمال. اذا كنت تقصدي حازم بتاع زمان فده خلاص انتهى، ما عدلوش وجود. اللي قدامك بني ادم جديد. ايه ما بتاكليش ليه؟ كل. اهلا يا جميله، ازيك كده؟ ما تسأليش عني ولا حتى بالتليفون. هي دي جمايلي الكتير اللي كنت عايزه ترد منها جميل واحد؟ انت كنت واخده الدوسيه ده لمين في مكتبي؟ مع السلامه. حكمت اوام ورستيني بالحياة يا ميسا. انتي انا ايه؟ مالك مستغربة كده؟ هو وجودي في مكتبي ده غريب قوي؟ ما بقاش مكتبك يا حكمت. لسه قرار الإقالة ما صدرش، يعني لسه مكتبي. القرار مفروغ منه. طب ايه رأيك في اللي منشور؟ لسه قرار النائب العام ما صدرش. ايوه بس زمانه بيتمضي حال. ده انا افتكرت انك اول واحده هتهنيني، زي ما كنتش اول واحده بتكلمني تبارك لي على الاخبار الحلوه. يا ترى يا ميسا انت اللي اتغيرتي ولا ده طول عمره احساسك من ناحيتي وكنت مستنيه الوقت المناسب عشان يطلع؟ عموما هنبقى نتحاسب بعدين. انا متشكره انك خدتي بالك من الشغل في الفتره اللي فاتت. اتفضلي على مكتبك، واي حد يسال عليا بلغيني ان انا رجعت وكل حاجه رجعت لاصلها. وتبقي تقصي الخبر من الجورنال وصوريه وعلقيه في كل حته في الجمعيه، وتاكدي اننا هنتحاسب وقريب قوي. يا فرح حكمه كلم موجوده. اهلا يا حكمه. اهلا اتفضل. انا جاي ابارك وهني. ما تتصوريش المفاجاه كان شكلها ايه لما عرفت الراجل اللي جالكم ما كانش مختار العزيز، وان كل مشاكلكم اتحلت بسبب كده. وانا اسف جدا ان اتاخرت ان اجي ابارك، لكن كنت مسافر في بيزنس ولسه راجع حالا. واول ما رجعت اتصلت بيكي في البيت على طول وقالوا لي انك هنا. انا متشكره قوي يا رشاد بيه، طول عمرك ذوق وجنتلمان. النهارده كمان قريت في جورنان بعد ما رجعت من السفر ان النائب العام هيرفع التحفظ عن املاك الاسره الكريمه. قد ايه كنت سعيد ومبسوط. متشكره قوي. ما تتصورش زيارتك دي وقعها ايه عليا. انت اللي ما تتصوريش كنت فرحان قد ايه لما عرفت ان مختار بيه قصد الله يرحمه. تشرب ايه؟ اسمحي لي بقى، انا اللي اعزمك على اي حاجه في اي مكان هادي، بس ارجوك ما ترفضيش عشان نحتفل بالمناسبة السعيدة دي سوا. شايف السما؟ شو بعيد قد السما بحبش. شايف البحر؟ شو كبير قد السمك البلطي بحبش. الله اسكندرية جميلة جميلة. أنا سعيدة قوي يا عبد الله، سعيدة، عايزة أعيش هنا على طول على طول. إيه الله، في حاجة يا عبد الله؟ لا لا ما تلاقيش. أنا بس مش متعود أمشي كده. هتقعد؟ عارف أنا نفسي في إيه؟ أموري وأنا شبيكي لبيكي. نفسي أركب حنطور زي اللي هناك ده. حنطور؟ آه، من زمان كل ما أشوف الأفلام وأشوف البطل والبطل قاعدين يحبوا بعض وعمالين يغنوا مصر بلدنا بلد سواح فيها أبطالنا بنتفسح، ولما يجي وقت المروح نحمد وتقول له مش حرام. بس احنا هنا في اسكندريه يا محمد. اه كله بحر واحد. لا هناك نيل. كل ما اشوف البطل والبطله بيحبوا بعض وعمالين كده يتمخطروا في الحنطور ويقولوا والجوز الفين تيريرين والعربيه، اقول يا رب يا رب اكتبها لي يا رب.
هي ايه الاغنيه؟ لا، اركب الحنطور ومعايا الراجل اللي بتمناه واللي بيختاروا قلبي. وخلاص اهي، ادي الحنطور هناك والراجل اللي اختاروا قلبي اهو. يبقى فاضل ايه؟ ايه؟ كرباك ورا يا اسطى. مبسوطه نحمده. الناس هنحمده؟ ايه الناس؟ عايز اعمل زي شادية مع كمال الشناوي. الناس هنحمده؟ احنا مش متجوزين؟ فين القسيمة؟ معاك. الناس هنحمده؟ يا دي الناس، جرأية يا سعادة، ما تبقاش عقدة وكلكوعة بقى. لا بجد، الناس هنحمده؟ جرأية ايه؟ الناس الناس انت هتغنيها؟ الناس 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 وحبيبي غير منا. طب اهو يلا عشان الناس. كل شيء راح خلاص يا منار، كل شيء راح. وكيل النيابة لولا مراعاة ظروفي كان أصدر قرار بحبسي بسبب قضية الشيكات من غير رصيد. أنا خلاص يا منار، ما عنديش فلوس. كل الفلوس اللي كانت معايا حطيتها في الأرض، والباقي المقاول بيبني بالعمارة. ما عادش عندي رصيد في البنك، كل شيء راح. حتى النادي بتاعي، النادي بتاعي وقفنا عن اللعب بعد الفضيحة ما اتنشرت في الجرايد وكل الناس عرفتها. مستقبلي اتدمر يا منار. مين عارف هرجع الكرة تاني ولا لا؟ ده انكل صادق قال لي ان هما بعتوا شيكات عشان يتأكدوا ان انت مضيتها تحت تأثير المخدر، وبعدين المحكمة هتقفل الفصل في القضية لحد ما يجي تقرير خبير الخطوط. الكلام ده خلاص أوانه فات، كل اللي بنيته خلاص اتهدم منار. ما تبقاش يائس كده. على العموم أنا بشكرك على مشاعرك الرقيقة والنبيلة ناحيتي. تصور يا منار، من ساعة ما جيت المستشفى هنا محدش من صحابي ولا أصدقائي ولا حتى المعجبين بيا جزرني. الكل بقى بيهرب مني، بقيت عامل زي اللي عنده مرض معدي، الكل بيجري منه. مفيش غيرك اللي زارني يا منار. أنا مراتك منار. أنت استحملتي معايا حاجات كتير، وأظن كفاية عليك لحد كده. إحنا لازم ننفصل يا منار. سؤال واحد عايز اساله لك يا علاء، انت لسه بتحبني؟ لسه بحبك. حبك يا منار هو الحقيقه المؤكده في حياتي، وتاكد ان انا كمان بحبك. ولو الدنيا كلها تخلت عنك في محنتك، انا لا يمكن اتخلى عنك ابدا. وطول السنين اللي فاتت ما فقدتش الامل ابدا، كنت حاسس ان احنا لازم هنكون لبعض، وإن اللحظة دي هتيجي مهما طال الزمن. أنا مش مصدق نفسي حكمة هانم، حاسس إن أنا بحلم أجمل حلم في حياتي. أرجوك يا رشاد بيه. أنا آسف، الفرحة نسيتني نفسي. معلش أنا لازم أمشي. معقولة؟ إحنا لسه ما قعدناش ولا اتكلمنا. أنا عندي كلام كتير قوي عايز أقوله لك. أرجوك ما تحرمينيش من اللحظة الجميلة دي. بتعملي ايه يا منار؟ زي ما حضرتك شايفه بلم هدومي. انتي مسافره؟ لا انا سايبه البيت ومش راجعه له تاني. بتقولي ايه؟ انتي اتجننتي؟ بالعكس، انا ما خدتش قراري الا بعد تفكير طويل قوي. مش فاهميني. انا ما عادليش مكان هنا. ما عادلكيش مكان في بيتك؟ ده مش بيتي، ولا العزبه ولا المستشفى، ما عادليش فيهم حاجه، مش بتوعي. عارفه ليه يا ماما؟ لانهم من فلوس حرام، فلوس رشوه. احنا هنرجع للكلام ده تاني؟ وجايه تقوليهولي بعد ما انا وانتي عارفين كويس قوي ان الفلوس دي فلوس حرام. انتي ايه حكايتك يا منار؟ ايه اللي حصل لك؟ انا مش هغير قراري تحت اي ظرف. انا هروح لجوزي المستشفى، هقعد معاه وراه لحد ما يخف، وبعد كده هرتب حياتنا من جديد. جوز ايه اللي انتي رايحه تقعدي جنبه؟ المدمن اللي سيرته بقت على كل لسان. ارجوكي يا ماما، علاء ما يستاهلش كده. ما يستاهلش ايه؟ لان جزء من اللي حصل له مسؤوليتنا،
والجزء التاني ان انا مراته. المفروض ابقى واقفه جنبه وما اتخلاش عنه في ظروف زي دي، حتى لو الناس كلها اتخلت عنه. لا انت اتجننتي رسمي. ايه يا ماما في ايه؟ تعالى شوف اختك اللي رايحه تقعد جنب سي علاء تخدمه وتمرضه بدل ما تطلب الطلاق وتشوف مصلحتها. منار استني. انا احترت معاها خالص، مش عارفه اعمل ايه. اول مره بواجه موقف زي ده مع حد من ولادي. تفتكر ان انا كان لازم امنحها بالقوه انها تسيب الفيلا يا رشاد بيها؟ ما بلاش رشاد بيه، يا ريت تقولي لي رشاد وانا اقول لك يا حكمه. انا مش عايز يكون في تكليف او القاب بينا. وقبل ما اقول لك رايي، ايه رايك انت الاول لو نتغدى سوا في مطعم النادي؟ لا بلاش. بلاش ليه بس؟ انا عارفه ان انت مشغول ومش عايزه اعطلك اكتر من كده عن شغلك. بالعكس، انا مفيش شيء في حياتي اهم منك، حتى لو كانت ملايين الدنيا كلها. دول لو كانوا قالوا لي ادفع كل ثروتك عشان اللحظه اللي انا فيها دي تبقى حقيقه، ما كنتش اتاخر. شكرا يا ذوق. بابور يا جميله، خد كل مني دي. يحمدوا في ايه؟ يعني انا مش في البيت، الناس تقول علينا ايه؟ تقول اللي تقوله. مش معاك القسيمه؟ حطها قدامك. خلينا نضحك ونفرح، الفرحه دلوقتي بقت عزيزه. عندك حق. اوعدك يا حمدو ان حياتك معايا هيبقى كلها فرحه وهنا وسرور، وعمري ما هزعلك ابدا. طب ما انت مزعلنا اهو. مزعلك في ايه؟ عشان مش عايز تاكل من ايدي. كل كل. الله، احلى اكل سمك كلتها في حياتي. طبعا اسكندريه السمك فيها من البحر على البق على طول. لا. لا السمك مش تعم عشان كده. امال عشان ايه؟ عشان انت معايا وبتوكليني بايدك. انت كسفتي؟ اصل عمري في حياتي ما سمعت الكلام الحلو ده، بس يا ما حلمت بيه. حلمت بيه؟ اه، حلمت بالشاطر حسن واخدني على حصانه الابيض. الشاطر حسن؟ وحلمت بعلاء الدين واخدني على سجادته السحريه. وحلمت ان سندريلا والملك ماشي فردة جزمتي يخبط على كل البيوت واديك يدا كوكو كوكو. وحلمت بهركليس. ايه مالك؟ خد اشرب اشرب. في ايه؟ نغزه كده وراحت. يقطعني انا السبب؟ السبب في ايه؟ نسيت انك عامل عمليه وجايبك من بحري لابو قير. لا ما تقلقيش، تريهم شويه برد. طب يلا يلا نقوم بسرعه. على فين؟ هنروح اللوكان ادفيك واعمل لك حاجه سخنه واخليك تعرق. لا لا اقعدي اقعدي. في ايه؟ اقعدي، انا مش تعبان للدرجه دي. يعني حرام كمان يضيع اكله السمك الحلوه دي، ده احنا هندفع فيها الشيء الفلاني. اه خلي الاكله دي كلها على حسابي. نحمده، انا قبلت اخد الفلوس من سيدنا الشيخ على سبيل السلف واني هردها، فدي اول واخر مره اسمع منك الكلام ده تاني. مفهوم؟ مفهوم يا اخويا، مالك اتعصبت قوي كده؟ من ساعه ما بقيت على ذمتي بقيت مسؤوله مني. انا اللي اصرف عليك وانا اللي اجيب لك كل حاجه، حتى لو شحت او دانت. ربنا يخليك ليا. هدي نفسك بقى وكمل اكل. خد كل الكابوريايه دي. خلاص نفسي تسد. لا دي كابوريايه نيتي. بص قومي بينا. الله، في ايه؟ ما تكمل اكلك ده بس عشان تاني مره تفكري كويس قبل ما تقولي كده. يقطعني لو قلت كلمه تانية تزعلك. خلاص خلاص، ما انت زعلان. خلاص مش زعلان. من قلبك؟ من قلبي. طب احلف بحياه نحمد. وحياه نحمد. اما قوم ادفع الحساب تاني. عارف انا تمنيت ايه؟ ايه؟ حاجه واحده بس، ربنا يخلينا لبعض وما يفرقناش عن بعض ابدا يا رب. طب يلا اعمل زي ما انا عملت. يلا اتمنى حاجه. ادعي، قول يا رب. ادعي يلا، قول يا رب يا عبد الله. ايه مالك؟ ما بتدعيش ليه؟ ايه في ايه يا عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. مالك؟ في ايه؟ انا زي ما كنت شفت. شفت ايه؟ اول ما غمضت عينيا فجاه شفت عيل صغير طالع لي من وسط الضباب.
عيل مين؟ مش عارف، الظاهر انا وانا صغير، بس العيل ده كان بيعيط قوي. بيعيط ليه؟ زي ما يكون ضاع منه حاجه غاليه قوي، او هو محتاج حاجه ومش لاقي اللي يجيبها له. عندي صداع فظيع هيفرتك لي دماغي. بعد الشر عليك، ايه اللي حصل؟ احنا اتحسدنا ولا ايه يا عبد الله؟ مالك يا دناي؟ انا مش عارفه بس انت عايز ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جيت في وقتك يا شيخ رضوان. ايه في ايه؟ من الصبح وهو على ده الحال، لا راضي ياكل ولا يشرب، والدمع هتفر من عينه. ايه يا وليد؟ يا حبيبي. ها في ايه؟ عبد الله ونحمده وحشوه. ما انت مش متعود على غيابهم، وخصوصا عبد الله. هان كلها كام يوم ويرجع. عاوز تروح لهم؟ بس انا ما اعرفش مكانهم. طيب بقول لك ايه، انا هاخده افسحه واشمهم شويه هواء احسن يكون زهق من الحبسه. شوف بقى، احنا هنروح سيدنا الحسين وناكل هناك فطير بالسكر، وان شاء الله هنرجع مبسوطين. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حازم. ايه اللي رجعك بدري؟ بدري يا ماما، دي الساعة داخلة على 11. أنا هنا من ساعتين قاعد ومستنيكي. مستنيني؟ خير، في إيه؟ ماما، حضرتك كنت النهاردة مع رشاد بيه في النادي، مش كده؟ انت بتجسس عليا. انا اتجسس عليكي برضو يا ماما؟ معقول انا اعمل حاجه زي دي؟ حضرتك ناسي ان انا ليا اصدقاء كتير في النادي ويعرفوكي كويس اوي. اديك قلتها. انا لما احب اقابل رشاد بقابله قدام الناس كلها، اللي يعرفني قبل اللي ما يعرفنيش. انا مش فاهم يا ماما، مش فاهم ايه حكايه رشاد بيه دي ومقابلاتك ليه كل يوم والتاني، في ايه؟ انت بتحاسبني يا حازم؟ العفو يا ماما، انا مش جاي عشان احاسبك، أنا جاي عشان أفهم. أنا حرة في حياتي. محدش اعترض على حاجة زي دي أبداً، بس المهم الطريقة وكلام الناس. أنا ما يهمنيش كلام الناس، أنا من حقي أعيش حياتي بالطريقة اللي تعجبني. أيوة يا ماما، لكن أمك ما غلطتش عشان تقف تحاسبها وتعمل عليها راجل البيت. أنا من حقي أعيش حياتي وأدور على الراجل اللي يعرف قيمتي ويساعدني. الراجل اللي استناني عمره كله عشان يعوضني عن الزوج اللي حبيته واخلصت له سنين طويله، وفي الاخر طلع متجوز عليا في السر، ومين عارف بكره هكتشف ايه تاني. كفايه بقى السلم الهار ده، واسمعني يا اسم. الله، جرايه يا رشيده، ما انا سمعت الكلام اللي انت عايزه تقوله لي من الصبح بدل المره 100 مره. وبعدين في ايه؟ انا كنت مفروض اعمله ما عملتوش. ما انا كمان النيابه بتحقق معايا وخرجت بكفاله ربع مليون جنيه، مش بعيد ابدا ان اتحبس. ومع ذلك ارجع واقول لك ان الحل بين ايديكي، الموضوع ممكن يتسوى. يتسوى ازاي؟ فهمني يتسوى ازاي؟ قرض جديد. انت اكيد اتجننت او اتسطلت. انت نسيت ان انا نفسي موقوفه عن الشغل واني بتحقق معايا، واحتمال كبير قوي ان اتسجن انا كمان. انا لا اتجننت ولا اتسطلت، والكلام اللي انت بتقوليه ده انا فاهمه كويس قوي. انا لو قلت لك خدي قرض من البنك بتاعك يبقى طبعا لا، لكن انت حبايبك ومعارفك في البنوك كتير، يعني ممكن تخليهم انه اخليهم ايه يا حبيبي؟ يدوك قرض جديد تسدد بيه القرض القديم ولا ايه؟ ما ده الحل الوحيد المؤقت لمشكلتك ومشكلتي. حل ايه يا قاسم؟ لكن هقول لك ايه، ما انت سكران مش في وعيك. اوعى تفتكر ان اللي حصل ده سر بيني وبينك. لا يا قاسم، المساله اتعرفت خلاص. عارف لما بحاول اخد ميعاد من اي زميل ليا في البنك ما بيرضاش يقابلني، كاني جربانه بالظبط. محدش هيديك مليم بعد كده ابدا، حتى لو كان عندك ضمانات تغطي القرض 10 مرات. عارف ليه؟ لانهم بيقولوا علينا عصابه. ايوه بيقولوا عليا انا وانت عصابه. انا بسهل لك القروض من غير ضمانات، وانت بتستثمر الفلوس وبتديني انا نسبه. الله، مش هي دي الحقيقه ولا ايه؟ انا يا قاسم اقصى عليك، دي اخرتها يا قاسم.
دي تمن معزتك عندي بتدفعهولي من سمعتي وشرفي. انا عمري ما قصت منك اي حاجه، لا فلوس ولا نسبة. انا عملت كل ده عشانك انت يا قاسم. كنت عايزه اكبرك في السوق، كان نفسي اشوفك بتعمل كل اللي انت عايزه. طول عمري بفكر فيك، وانت عمرك ما فكرت فيا ولا لحظه واحده. يا جماعه يا جماعه اهدوا، الكلام بالطريقه دي مش هينفع ابدا. امال ايه الحل في رايك يا وحيد عصرك وزمانك؟ استنى لما البنك يجي ياخد اموالي وشركاتي. اطمن اطمن، هيحصل قريب قوي ان شاء الله عن قريب عاجل، بس انا ابوهم هيطلع على شونه. كل فلوسي وممتلكاتي مش هسدده ولا حتى جزء صغير من القرض. بعد كده طبعا اموالي كلها هتروح وشركاتي كلها هتروح على السجن، وهرجع انت من الاول 100 مره. الكلام ده عارفينه كله يا اسف، اهدى بس عشان نعرف نفكر ازاي نخرج من المصيبه دي. اهدى ازاي؟ ما هو على ايدك اهو. اللي كنا فاكرينه مختار ما طلعش مختار. يعني النحس ركبنا. اعمل انا فيها ايه بقى؟ اذكر عشان اتنيل اتلطش وانسى اللي انا فيه، ولا في قلوكم عشان تجيلي سكتة قلبية واروح في 60 داهية؟ بعد الشر عليك. عموما في شخص ممكن يساعدك لو انت شرحت له الظروف اللي انت فيها دي. يا سلام. ومين ده بقى جميل المحايا اللي هيديني 30 40 مليون دولار عشان اسدد بيهم القرض؟ مصباح علاء الدين ولا خاتم سليمان؟ لا، حازم ابن مختار. حازم؟ ايوه، ده بقى كبير قوي في السوق وبيتعامل بالملايين، وفي بنوك كتير قوي مدياله تسهيلات ضخمه، وهو عارف طبعا جمايلك وصداقتك لابوها الله يرحمه. لو عرف ان مختار هو اللي وقعنا في المشكله دي جايز يتأثر ويمكن يساعدك بشكل مؤقت. أنا شخصياً ما افتكرش إنه هيتأخر عنا. هي فكرة كويسة أوي، ما أعرفش إزاي فاتت علينا. تصدق إن دي أول مرة في تاريخ حياتك تقول فيها أي حاجة مفيدة يا فخري؟ أهلاً أهلاً يا قاسم بيه. أهلاً يا حازم. ألف مبروك على المكتب الجديد، ولا إنها متأخرة شوية. اسمع يا حازم، أنا عارف إنك راجل مشغول عشان كده هخش لك في الموضوع على طول. انت طبعا سمعت او قريت على المشاكل اللي موجوده بيني وبين البنوك بسبب القروض اللي انا خدتها ومش عارف اسددها. طبعا قريت، بس انا عندي ثقه كبيره جدا ان حضرتك هتقدر تتجاوز الازمه دي. للاسف الكلام ده مستحيل عمليا. انا فرطه كبيره قوي 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 يا حازم، ومحدش هيقدر يخرجني منها غيرك انت. انا؟ ايوه انت. مش بس بسبب الصداقه اللي كانت موجوده بيني وبين والدك الله يرحمه، ولا بسبب الخدمات اللي عملتها ليك شخصيا وللاسره كلها من اولها لاخرها. لا، بسبب ان المشكلة والورطة الكبيرة قوي اللي انا موجود فيها دي للأسف الشديد السبب فيها والدك. بابا؟ ازاي؟ دي حكاية بقى لها كام سنة كده، كان المفروض انها تفضل سر بيني وبين والدك الله يرحمه وبين رشيدة وفخري. كنا كلنا اقسمنا ان محدش هيعرف السر ده ابدا، لكن نظرا للظروف الصعب جدا اللي انا بمر بيها انا مضطر افشي السر.